في مجموعة من الحواجز والعراقيل اللي عم بتخلي هذا الشيء مش ممكن يقدروا يتقبلوه. من هيدي العراقيل اعتبار بأنه الاعتراف بهذا المنحى الإبادي حيوصلهم للعبة أنه ضحية امبارح صارت جلادة اليوم، وبالتالي هذا يبرر أبوستيريوري الإبادة اللي صارت أيام النازية. بالتالي هن ما بدهم يوقعوا بهذا التبرير أبوستيريوري البعدي للإبادة النازية، وبالتالي بفضلوا ما يعترفوا بأمر واقع معاش مرئي مسموع في معطيات عم تتراكم. من هيك عم بحكي عن منحى إبادة، لأنه طول ما هي العملية شغالة هذا بعد ما عنا الصورة الكاملة عن مدى التدمير للي يمكن أن تحدثه أو التي تحدثه وسوف تحدثه أكثر آلة الجنون الإسرائيلي بقطاع غزة. الإسرائيليين معتبرين هي هيدا النقطة أنه هن عم يتعرضوا لإبادة. هون قصة المخيل. النازيين وقت عملوا الإبادة كانوا مقتنعين أنه هن عم يتعرضوا لإبادة، أو هن ممكن يكونوا في عندهم في مشروع إبادة ضدهم.